يسبون أهلي ويغلطون علي ويغلطون على أبوي المتوفي فشي طبهمته وتموتون ما تصيرون من الخليج تموتون ما تصيرون من الخليج ويلا وما يشرفني أبدا متابعتكم انستغرام وبسناب صديقتي انه اكو وحدة كويتية واسمها ملاك هسه يلا عرفت شو عرفت قصتك الكاملة انه انتي كل اسبوع متزوجة او كل شهر متزوجة من واحد عراقي وبعد ما تنفصلين عنه تتهجمين على العراقيين بشكل مباشر وقدام كل الناس وانه احنا مو من دول الخليج. اوكي اذا واذا العراق مو من الدول الخليجية ليش المنتخب العراقي يلعب بالدوري الخليجي ومن ضمن الدوري الخليجي ممكن نعرف الاسباب؟ تحبكم تتكرهون العالم فيكم منافقين مصلحتيين بس والله ملاك وملاك انتو غندرتي واحد يعني ملاك الكويتية. اكو شخصية مشهورة تحكي بهذه الطريقة وهي عندها العديد من المتابعين والفانزات اللي يتابعوها هم يقول هم وقندرتي وهم شعب حتالة وهم ما يعتبرون من دول الخليج وكذا وكذا وانتو شعب فاسق وانتو اهل الشقاق والنفاق والله ماكو غيرك انه انتي وحدك شقاق ونفاق قسما بالله. لا والمشكلة انه هي كل شهر تتزوج من ماكو غيرك انسانة منحطة ويا الأرض أخلاق صفر شخصية صفر وبيئة والعراق يبقى تاج فوق راسك. ومع احترامي لكل شعب الكويتي أنا عندي هواية ناس من الكويت متابعيني وعندي أصدقاء كويتيين أخليهم تاج على راسي من أخلاق وثقافة ورقي، لكن أنت بعيدة جدا عن الثقافة والرقي وبعيدة لا شيء لا شيء تافه وعيب اجتماعيا واخلاقيا بامرأة ان تتفوه بهذا الكلام اصلا. لا مو شخص عادي ممكن نقول انه شخص عنده متابعين ممكن متابعيها اطفال كبار شباب بنات. اول شيء هذا الشيء غير اخلاقي وانسانة طائفية لابعد حدود الطائفية والعنصرية بيها مبينه. بس ها ومن جهة ثانية زين ليش تتزوج عراقي وتنفصل من عنده وتحكي على العراقيين؟ مو مجبورة يا أختي تعيشين مع هذا الصراع بينك وبين نفسك لأنه أنت إنسانة مريضة نفسيا وتحتاجين لعلاج نفسي سريع. متابعيني والناس اللي تحبني فانزاتي حبايبي أتمنى من كل شخص يحبني هسه إنه ينطي إبلاغ سريع على حسابها بالإنستغرام لأنه هذه الإنسانة تعدت جميع الخطوط الحمراء وبالذات انه هي انسانة عنصرية وطائفية وتحكي على العراقيين ومنافقة. مع كل هذا هي منافقة. ابلاغها سريعة واني اول وحدة ابلاغ مع بلوك. اوكي تجون على الريبورت تجون هنا سوي اسحامة دا اشوف ابليف this account profile video report account this account this profile is going to be someone else someone I know.